السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج القسطاس مع المحامي والخبير القانوني الأستاذ المهدي كشبور. مرحبا بك أستاذ المهدي. أهلا وسهلا بك سيد. حياك الله. نعود في هذه الحلقة أستاذ المهدي لتناول مشروع الدستور الذي صدر عن الهيئة التأسيسية. في حلقة سابقة تناولنا يعني المادة الأولى منه فقط، اليوم ربما نتناول المادة الثانية والتي تتحدث عن الهوية واللغة. طبعا لازلنا في الباب الأول، شكل الدولة ومقوماتها الأساسية. الآن نتطرق إلى المادة الثانية التي تتحدث عن الهوية واللغة. دعنا يعني نقرأها معا للمشاهدين الكرام ثم نعلق عليها. تقول المادة الثانية: تقوم الهوية الليبية على ثوابت جامعة ومتنوعة، ويعتز الليبيون بكل مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية، وتعد ليبيا جزءا من الوطن العربي وأفريقيا والعالم الإسلامي ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. تعد اللغات التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم ومن بينها العربية والأمازيغية والتارجية والتباوية تراثا ثقافيا ولغويا ورصيدا مشتركا لكل الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها واستخدامها. اللغة العربية لغة الدولة، وينظم القانون في أول دورة انتخابية تفاصيل إدماج اللغات الليبية الأخرى في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هي من أهم المواد والتي يتمحور حولها الدستور، والتي دائما ما تثير الخلافات، هي مسألة الهوية. والهوية يعني هي من تعبر عن تصور المجتمع لدى أي شخص يطلع على أو الدستور، أو مجرد أن يقرأ الدستور يستطيع تصور صورة المجتمع الليبي، وهي يعني تحدد مواصفات المجتمع سواء من ناحية عرقية أو من ناحية لغوية أو من ناحية دينية وما إلى ذلك. الحقيقة هذه اللغة، هذه المادة يعني أثارت جدل كبير خاصة لدى المكونات الغير عربية في المجتمع الليبي، وهو ليس جدل جديد يعني، بل هو منذ بداية ثورة 17 فبراير. يعني كلنا يعلم بأن في فترة القذافي كان بتوجه القومي والعروبي وما إلى ذلك، كان يكاد ينكر وجود الهويات العرقية الأخرى في المجتمع، وبالتالي وقع غبن كثير على بعض المكونات الوطنية من أمثال الأمازيغ والتبو والطوارق، ومنعوا حتى من تسجيل أسماءهم التي في لغتهم، وأيضا منعوا من تدريس لغتهم وربما حتى الحديث بهذه اللغة، بل أصدر القذافي قانون بحظر التعامل بغير اللغة العربية في ليبيا، واعتبر التعامل بغير اللغة العربية جريمة. وبالتالي بعد ثورة 17 فبراير، وكلنا كنا ننادي بالحقوق والحريات والاعتراف بكافة حقوق الشعب الليبي بما فيه هذه المكونات، فجاء المجلس الانتقالي في تلك الفترة وصار جدل حول هذه المادة تحديدا في مسألة اللغة وكيفية التعامل مع اللغات الوطنية الأخرى. هناك طبعا من يطالب بترسيم الدولة اللغات الأخرى غير العربية في الدولة، وهناك من يطالب بالدسترة. الفرق بين الدسترة والترسيم أن الدسترة أن يتم النص عليها في الدستور، وهو ما حدث في الإعلان الدستوري السابق عندما نص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة، وتعتبر اللغات الأخرى هي لغات وطنية مثل التارجية والتباوية والأمازيغية، وهناك بعض اللغات أخرى أيضا مستخدمة ولكن غير شائعة، منها اللغة الجريتلية في المنطقة الشرقية في بعض مناطق شحات وسوسة، لكن أغلب من يستخدمها هم كبار السن، ولكن هذا لا ينفي حقهم في أن يوثقوا لغاتهم الوطنية، والتي هي مزيد يعني من البعد الثقافي، يعطي عمق ثقافي للمجتمع الليبي، وهو شيء إيجابي وليس شيء سلبي.
البعض كان يتمسك بمسألة الترسيم، والترسيم هو أن تبقى هذه اللغة لغة رسمية. الحقيقة مسألة الترسيم هي صعبة، لأن عندما تتحدث عن ترسيمها إذن الدولة يجب أن تتعامل معها كلغة رسمية مثلها مثل اللغة العربية. وبسبب عدم شيوع هذه اللغات إلا في مناطق محدودة، رأت بعض المكونات هذه يعني الغير عربية من مثل الأمازيغ أن يتم ترسيم هذه اللغات في هذه المناطق، وهو حق مشروع حقيقة، ربما يخضع لإمكانيات الدولة في أو على الأقل إمكانيات هذه اللغة للترسيم. نعلم أن هناك بعض اللغات الوطنية هي يتم التكلم بها ولكن غير مكتوبة ولا توجد لديها قواميس، وبالتالي هنا يكون في إشكالية في مسألة الترسيم، سيما في ضبط المصطلحات، لأن عندما تتكلم الدولة بلغة المصطلحات تحسب عليها، يعني كل كلمة ومدلولاتها ومعانيها تحسب عليها. وبالتالي هنا حدث هذا الجدل، ما هي اللغة التي تتحدث بها الدولة؟ عندما نتحدث عن أن اللغة تتحدث بها الدولة يعني في إصدار القوانين والقرارات والبيانات الرئيسية، ولا ضير من ترجمتها. عندما نقول اللغة مدسترة لا يضير دسترتها، ولكن المرجع أو النص الأصلي أن يكون اللغة العربية، لكن عندما نتحدث عن أن يكون هناك أكثر من لغة رسمية وهم ما يصطلح عليه، تصبح الدولة ملزمة بإصدار التشريعات والقرارات باللغتين. وكلا اللغتين ستعتبر مرجع، وبالتالي في حال حصول اختلاف في تفسير المعاني أو المصطلحات التي ترد في بعض القوانين والقرارات، وهو يحدث حتى في اللغة العربية ذاتها، عندما نتحدث عن اللغة العربية ذاتها ربما النقال يحتاج إلى إبلاغ. عندما نتحدث عن اللغة العربية ذاتها أحيانا يحدث خلل في تفسير بعض المصطلحات، فنهيك عن ازدواجية الترجمة، وهذا سيرجع إلى المترجم هل فهم النص وترجمه بشكل صحيح أو لا، يعني تحدث نوع من المشكلات. وبالتالي رأت الهيئة التأسيسية أن تضع اللغة العربية هي لغة الدولة، وتعتبر اللغات الأخرى هي لغات رسمية. الآن ما جرى في هذه لغات دستورية أو لغات وطنية. نعم. ما جرى في هذه المادة هو دسترة لهذه اللغات. نعم، الآن تم دسترة هذه اللغات، ولكن ليست اللغة الرسمية. اللغة الرسمية هي لغة اللغة العربية. الدولة هي اللغة العربية، أي هي اللغة الرسمية. هذا طبعا بالنسبة للفقرة الثانية والثالثة. وأيضا تلزم الدولة وفق هذه المادة بحفظ هذه اللغات وإنشاء معاهد أو يعني اتخاذ التدابير اللازمة، نص على لحماية هذه اللغات، ومن هذه التدابير أن ينشئ لها مراكز للدراسات وأن تنشئ لها معاهد للتعليم وما إلى ذلك. بالنسبة نعود إلى الفقرة الأولى وهي الهوية الليبية. نعم، الهوية الليبية من حيث الموقع الجغرافي. نصت المادة قبل أن نتناول الموقع الجغرافي، بما أن عدنا إلى بداية هذه المادة. أريد أن أسألك حول الثوابت الجامعة، يعني المادة تبدأ بقولها تقوم الهوية الليبية على ثوابت جامعة. نعم، لكنها لم تنص على ما هي هذه الثوابت الجامعة التي تقوم عليها الهوية الليبية. نعم. فهل هذه الثوابت يحددها الدستور مثلا، أو ما الذي يحددها؟ هي تحددها هذه المادة، هذه الثوابت الجامعة، هي منها مثلا هذه اللغات، منها الانتساب العرقي مثلا إلى قارة أفريقيا، إلى الديانة، إلى الدين الإسلامي. صحيح هناك قصور في هذه الصياغة، سيما في مسألة المذاهب، يعني كنا نعلم أن هناك مذهبين في ليبيا، هو المذهب المالكي وهو الغالب، وهناك أيضا المذهب الإباضي ولم يتم التطرق إليهما، وبالتالي ترك الأمر المسود الدستور مفتوحا وأكثر أريحية، سيما وأن الآن مع التنوع في العالم أصبح من الصعب التقيد بمذهب معين، وهذا ما جنح إليه المشرع الليبي في قانون الأحوال الشخصية عندما نص على الأخذ بأيسر المذاهب فيما لم يرد فيه نص في القانون.
وبالتالي الثوابت الجامعة هي المنصوص عليها في هذه المادة ذاتها، أي أنها هذه الثوابت هي التي تجمع المجتمع الليبي. عندما نتحدث عن المجتمع الليبي، من هم المجتمع الليبي؟ هم عرب وأمازيغ وطوارق وتابو وغريت وغيرها من المكونات التي ربما حتى لا نعلمها، يعني لدينا تنوع يعني ثقافي ثري جدا. أيضا من ثوابت الجامعة أن المجتمع الليبي كله يعني تقريبا ليبيين، باستثناء إذا ما تحدثوا على اليهود الذين يعني تركوا البلاد ولم يعودوا ليبيين أصلا. وبالتالي هذه الثوابت هي المقصود، مقصود بهذه الثوابت أن تكون هناك ثوابت تجمع الليبيين، ولا نتحدث فقط على أن ليبيا للعرب أو ليبيا عربية أو ما إلى ذلك كما كان يتحدث النظام السابق. نعم. طيب، كنت تريد أن تتناول مسألة البعد الجغرافي للهوية الليبية. حددت موقع ليبيا، يعني هو موقع الدولة هو من يحدد هذه الهوية. يعني عندما نتحدث بأن ليبيا تقع في وسط الوطن العربي، هذا المساحة أصبحت متعارف عليها دوليا بأنها هي الوطن العربي، وبالتالي هذا يعني ينعكس على التوصيف لهذه الدولة، هي دولة جزء من الوطن العربي، وليبيا هي عضو في جامعة الدول العربية أيضا، هي وتقع على حوض البحر الأبيض المتوسط، وهذا يفتح مجالات للتواصل مع دول البحر الأبيض المتوسط بما فيها الدول الأوروبية. وهناك كانت دعوات من بعض الرؤساء الأوروبيين لإنشاء تجمع دول حوض البحر الأبيض المتوسط. أيضا موقع الوطن العربي وأفريقيا، وبالتالي هي حدت أن الهوية الأفريقية هي هوية للشعب الليبي. هناك بعض يعني مثلا عندما نتحدث على مصر، مصر يعني هناك انقسام، يعني فيها جزء في آسيا وهو سيناء، وفيها جزء في أفريقيا. ليبيا بالكامل في أفريقيا، وبالتالي أصبحت هويتها هوية أفريقية، تقع ضمن إطار أو المحيط البحر الأبيض المتوسط، والدول أو ما يعرف بالعالم العربي، وأيضا بمرجعيتها الإسلامية، ويعني وهي جزء من العالم الإسلامي ومنظمة مؤتمر الإسلامي وما إلى ذلك. طيب، بالعودة للحديث عن الموضوع اللغة، نعم، دسترت اللغة أو جعلها لغة رسمية، يعني هل يمكن جعل غير اللغة العربية الأمازيغية والتارجية والتباوية وغيرها مما قد تطالب به بعض المكونات، نعم، في المجتمع الليبي، هل يمكن أن جعلها لغة رسمية هي أيضا؟ ما الذي يجعل المشرع أو الأمة تختار لغة معينة تجعلها رسمية والبقية يعني لا تنال هذه المكانة؟ هو ليس يعني عندما نحدد لغة معينة هي اللغة الرسمية، هذا لا يعطيها مناعة يعني مكانة وعلو على اللغات الأخرى، وإنما لأن هذه اللغة هي اللغة الدارجة وهي أكثر لغة يتم التعامل بها في ليبيا. عندما يعني حتى المناطق الأمازيغية تتحدث مثلا باللغة العربية، وبالتالي هذا الأمر هو أسهل للتواصل. يعني أنت الآن مثلا موجود في وسط مجموعة من 10 أشخاص، فيهم 9 يتحدثوا العربية وواحد لا يتحدث العربية، مثلا يتحدث الإنجليزية، هل ستتحدث باللغة الإنجليزية أو العربية؟ ستوجه خطابك إلى الغالبية يعني. وهذا يعني أيضا سمو اللغة العربية إذا ما صح المصطلح لا يرجع إلى كونها هي لغة قوم العرب، وإنما هي لأنها لغة القرآن واللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عندما اختار الله اللغة العربية كلغة للقرآن، هل أنقص من قيمة اللغات الأخرى؟ بالتأكيد لا، ولكن لأن كان القرآن نزل في المنطقة العربية وعلى لسان نبي عربي، وبالتالي أصبحت هي اللغة الرسمية للقرآن الكريم. طيب، رغم وجود ترجمات أخرى، نظريا لا يوجد ما يمنع من اعتماد بعض اللغات، مثلا لغات رسمية في بعض المناطق الإدارية، ولكن هذا له إشكاليات أكثر من الإيجابيات.
يعني الآن مثلا عندما تقوم مجالس البلدية في تلك المناطق بإصدار قرارات باللغة الغير عربية وتريد أن تبلغ بها الحكومة، هذا سيضع على كاهل الحكومة إجراءات ترجمة وما إلى ذلك، أيضا في فهم النص كما تحدثنا في مسألة الترجمة والتفسير، ومن ثم يعني سيما أن هذه اللغات في أغلبها غير مضبوطة المصطلحات، وأيضا داخل اللغة نفسها يعني توجد لهجات تختلف يعني جذريا، ولا يوجد لديها قواميس في أغلبها يعني، وبالتالي يلقي بأعباء يعني كبيرة، هي أعباء كبيرة على الدولة، أعباء إضافية على الدولة وعلى المواطن أيضا. إذا ما بنقوله اللغة أمازيغية، أعضاء النواب كيف سيتحدثوا مثلا باللغة الأمازيغية في مجلس النواب والغالبية يعني لا يتحدثونها، أو عندما يتمسك النائب بأن يتحدث بلغته إذا يجب توفير مترجم، وهل المترجم سيترجم المعنى كما يريده النائب فعلا داخل مجلس النواب أو لا؟ يعني نقصد أنه ليس ناشئ عن تعصب ضد قوم أو ضد لغة معينة، إنما ناشئ عن عوامل عملية بالتأكيد وتكاليف. نعم صحيح يعني صحيح. طيب أظن أن هذه المادة يعني أشبعناها، يعني هو اختصار بسيط، يعني نتصور الدولة في هيئة شخص، وشخص لديه أكثر من لغة، يعني شخص يتحدث العربية والإنجليزية، لغة الرسمية التي يتعامل بها هي اللغة التي يتعامل بها بشكل يومي. نعم لديه لغات أخرى، وهذا لا ينتقص من قيمة اللغات التي لديه، ولكن بشكل رسمي التعامل الدولة كأنها شخص، هي شخص معنوي يسمى. نعم. إذا انتقلنا إلى المادة الثالثة، وهي تتحدث فقط عن العاصمة. نعم. وتقول بأن الجمهورية الليبية عاصمتها مدينة طرابلس. نعم. يعني وانتهى. نعم. هذا النص لا يتحدث حتى عن العاصمة، هو يتحدث حتى على تصور شكل الدولة أو النظام الدولة، وهو يعني حددها في النظام الجمهوري. إذا ليبيا ليست ملكية، ليست يعني ديكتاتورية، إنما هي دولة جمهورية وليست جماهيرية تعتمد النظام الجمهوري، وهو الذي يبنى على مؤسسات برلمانية ورئاسية في بعضها. نظام الدولة، نظام الدولة حددته في المادة الأولى، يعني قالت في آخرها أنها تسمى الجمهورية الليبية. نعم هذا تأكيد على نفس المعنى. أيضا حددت العاصمة بأنها هي مدينة طرابلس، وبالتالي تصبح المؤسسات إلزاما أن يكون مقرها في مدينة طرابلس. لماذا؟ لأن طبعا طرابلس هي المدينة الأكبر في ليبيا والأكثر كثافة سكانية، وهو ليس شرط ضروري عندما نقارنها مثلا بدول أخرى، نتحدث عن تركيا مثلا نحن موجودين فيها، العاصمة أنقرة، رغم أن المدينة الأكبر والأشهر هي اسطنبول، وكانت في سنوات سابقة العاصمة هي اسطنبول وتغيرت، لكن لأن الآن مؤسسات الدولة كلها موجودة في طرابلس، مصرف مركزي، مؤسسة الوطنية النفط، الحكومة، الوزارات، الأرشيف الدولة، كل موجود في طرابلس، وبالتالي من المنطقي ومن التاريخي أن نختار الليبيين طرابلس هي العاصمة. صحيح في الدستور السابق كان الدستور 51 كان لليبيا عاصمتين بنغازي وطرابلس، ولكن عمليا العاصمة الثانية لم تكن مفعلة ولم يكن فيها، ومن غير المنطق أن يعني يكون هناك يعني عاصمتين، ربما كانت ترضية في ذلك الوقت. نعم. للمنطقة الشرقية أحيانا بعض الدول تكون لديها عاصمة سياسية وعاصمة اقتصادية، عندما نقول عاصمة اقتصادية هذا لا يصدر بقرار رسمي. العاصمة الاقتصادية يعني تفرض نفسها فرضا، كما هو الحادث في اسطنبول، في فترة المجلس الانتقالي أصدر المجلس الانتقالي بيان اعتبر فيه مدينة بنغازي هي العاصمة الاقتصادية مثلا، بيان أعتقد رقم 19 كان من الصادر المجلس الانتقالي، اعتبر فيه مدينة بنغازي هي العاصمة الاقتصادية، ولكن هذا يعني يعني ربما تعكسه طبيعة المدينة. في تلك الفترة كانت بنغازي مزدهرة والنشاط التجاري فيها كان كبير، وربما الدولة توزع على الأقل بعض المؤسسات الاقتصادية في هذه المدينة، ولكن يعني هو مصطلح سياسي أكثر منه مصطلح قانوني يعني. طيب إذا ما انتقلنا إلى المادة الرابعة، يعني ربما لن نطيل فيها كثيرا، تتحدث عن حدود الدولة،
يقول نصها: حدود الجمهورية الليبية هي شمال البحر الأبيض المتوسط، شرقا مصر والسودان، جنوبا السودان وتشاد والنيجر والجزائر، غربا تونس والجزائر. هل من الضروري أن ينص على حدود الدولة في الدساتير؟ نعم. وهل هذا يحدد حدود الدولة أصلا؟ شوف، هو الدساتير عادة تعتبر حتى وثائق تاريخية. الدولة ربما تتغير حدودها مع الزمن، تنقسم، يحتل جزء منها مع الزمن، تصبح هذه المادة هي مرجع لأين هي حدود الدولة الليبية. اليوم عندما نتحدث مثلا عن حدود المنطقة الفاصلة بين إقليم برقة التاريخي وإقليم طرابلس التاريخي، نرجع إلى الوثائق القديمة، ورب هذه في يوم الأيام ستصبح وثيقة قديمة يحدد ماهيتها. ولكن للأسف هذه المادة جاءت قاصرة وعلى أسلوب تقليدي قديم، وهو تحديد الحدود بالدول. كان ينبغي أن تكون أكثر تفصيلا، تحديد نقاط قسيمة، والآن مع تطور التكنولوجيا وتحديد نقاط عبر جي بي اس، لأن هذا نص لا يمنع النزاعات الحدودية يعني الآن مع الآن دول الجوار. ما هو الوضع القانوني لمنطقة خليج سرت مثلا؟ الحدود الفاصلة بين منطقة أوزو مثلا، هذه مناطق فيها إشكاليات مع بعض الدول في العالم. أيضا الحدود اليوم أغفل مثلا هذا النص الحديث عن الحدود البحرية مع تركيا مثلا. يعني هناك قصور في هذا النص، وربما يحتاج إلى معالجته. يتم معالجته بالقانون بشكل أو بتعديلات دستورية. شوف، هو طبعا يضع من يضع النقاط مثلا، نقاط الحدود وترسيم الحدود يتم عبر خبراء جيولوجيين وخبراء جغرافيا وما إلى ذلك، ولكن يتم صياغتها في إطار قانوني، وهو هنا المسودة الدستور. كان ينبغي أن تكون تفصيل هذا النص أكثر دقة، تحديدا بخطوط طول وعرض، و يعني بحيث تمنع اي نزاع، بإحداثيات تفصيلية بحيث ترفع الجهالة ولا تحدث إشكاليات. سيما ان ذكرنا بان هذه الوثيقة قد تبقى مرجع تاريخي في يوما من الايام. طيب، اذا ما ختمنا بالمادة الخامسة التي تتحدث عن عالم الدولة ونشيدها وشعاراتها واعيادها الرسمية، يقول نصها: ينظم القانون علم الدولة ونشيدها وشعاراتها وأعيادها الرسمية، ويصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. باختصار، ما الذي يمكن أن نقوله فيها؟ في هذه المادة لا يمكن أن يكون الأمر باختصار، لأن هذه إحدى أكبر العيوب التي شابت الدستور. عندما نتحدث عن هوية الدولة الليبية، إذن يجب أن نحدد العلم والنشيد، وعادة الدساتير تنص على هذه المواد. طيب، وهذه الجزئية خلافية. هذه جزئية خلافية، بما أن لا يمكننا اختصار يعني الحديث عنها، إذن نرجئها للحلقة القادمة إن شاء الله. لأن وقت هذه الحلقة قد انتهى. أشكرك جزيل الشكر أستاذ المهدي كشور، المحامي والخبير القانوني، كما نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم. إلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر، ودمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.